دابا غادي ندوزو للدرس ديال المتمكنات، وهاد الوريضة هادي ديال الأخت زين برميلي، خديتها من الباج ديال الأخت زين برميلي. في الأول هنايا في هاد البيتيلات هادو غادي نقادها من التحت، واتجاه ديال الغرزة الأخوات أنا رسمتو ليكم في الرشمة، يعني باش يكون واضح اتجاه ديال الغرزة. دوك الخطوط اللي ما كتعرفش تحاول ديرهم من الأول بستيلو ترسمهم. هنايا كندير حل سد، ولاحظوا معايا يعني كنطول بالجره ديال المرمى، كنفتح العراد وفي نفس الوقت كنطول بالجره ديال المرمى، كنطول الغرزه ملي كنبقى نحرك المرمى اتجاه ديال الغرزه. هادو غادي نخدمهم غير شنيفات عاديين، غير الطرز يكون عامر شويه. هنايا كنخدم على المسلين، لاحظوا معايا اخواتي الحركه ديال المرمى. يعني هي خطفه وبحل سد. انا هنا نوعت البيتيلات، كل بيتيلا درتها تقريبا بشكل، هذه قصه. دابا غادي نخدم السبوله، ولاحظوا معايا اخواتي اتجاه ديال الغرزه بحال رسمتو لكم، حاولوا ديروه مايل الفوق بزاف باش يجيو دوك حل السد او الدقه باش غتخدموهم، باش يجيو ما يجيوش مفارقين، يعني قد ما كانوا الغرزات الفوق مايلين الفوق مزيان كتبان لك عامره ديك ديك السبوله، ما كيكونش الفرق ما بين الدقات. كنتمنى يكون واضح. ولاحظوا معايا ملي كنبغي نطول الدقه راه كنجر المرمى باش كنطول الدقه، يعني كاين شي بعض المرات اللي العراد ما كافيش. لاحظوا معايا هنا انا نبطئ، يعني كنفتح العراد، كنفتح العراد وكنجر الدقة باش طوال. دابا غادي ندير الغرزة، ندير السقلي، وغادي ناخد هاد الدقات هادو واقفين قدامي بحال هكذا، وغادي نخدم بحال الشكل ديال وريقات سبولة، هما رقيقين يعني غادي يبانو بحال البريد، ولكن هما في الحقيقة وريقات سبولة ورقيقين. الغرزه ديال البريد غادي نخدمها معكم، غادي نخدمها معكم في الاخر ديال الدرس، غنديروها في السبوله. حتى الغرزه ديال البريد كتجي زوينه. اللي ما تعرفش الاخوات دير هكا وريقه سبوله رقيقين، تحاول دير الغرزه ديال البريد. ولاحظوا معايا اخواتي بالنسبه لهكا الخطوط، ملي تبغي ديري غير الخياطه اولا تهبطي بديك الخط يعني لتحت، حاولي تمشي في اتجاه ديال الغرزه. لاحظوا معايا يعني ملي كنكون هذا هكذا، يعني اي حاجه غنزيدها نضيفها في اتجاه ديال الغرزه اللي خدمت الاولاني باش تجي الوريضه منظمه. لاحظوا معايا واخا كنمشي فوق الطرز بالخياطه، كنمشي في اتجاه ديال الغرزه الاولاني اللي خدمت به. دابا هنايا هاد السبوله هادي غادي ندير فيها الغرزه ديال البريد على اصولها، وغادي نشرحها لكم اخواتي. الغرزه ديال البريد يعني كتشدي ديك الدقه اللي انت خدمتيها في الاول، وكتجمعيها بواحد الزكزاك رقيق،
لاحظوا معايا اخواتي، كل دقه كنجمعها بزيكزاك رقيق رقيق بزاف، والدقات خصهم ما يكونوش مفرقين، يعني في الاول ملي تكوني خدامه ما يكونوش مفرقين باش يجيك هكا الغرزه ديال البريد منظمه وما تكونش مفرقه على بعضياتها، يعني ما تكونش كل وحده كتبان بوحدها، هما ملصقين ولكن في نفس الوقت يعني كيبانوا، كل غرزه البريد كتبان بوحدها حيت كل غرزه البريد كتجمعي فيها دقه من دوك الدقات. اذا هذه هي الغرزه ديال البريد. في الاول كما قلت لكم في الورده درت على شكل وريقه سبوله هما رقيقين بزاف. هنا غادي ندير غير خياطه، غير هي اتجاه يعني كان بحال تقول كان نحرك المرمى في اتجاه ديال الغرزه الاولاني باش خدمت السبوله اللي هو قد ما كان الفوق ميل الفوق مزيان كيبان الشكل ديالو احسن. هنا غادي ندير دقه دقه حتى هذه غادي نخدمها بالغرزه ديال البريد. لاحظوا معايا كندير دقه حدا دقه حدا دقه مي كيكونوش مفرقين باش ملي كندير ديك الغرزه ديال البريد كنحاول يعني نجمع كل دقه بوحدها طبيعه الحال وما كيبانوش مفرقين الغرزه ديال البريد، كيبانو ملاصقين حدا بعضياتهم. صافي كيبقى الوسط ديال الورده، يمكن لكم تحطوا فيه غير حجيره اولا ديروا فيه دقه، انا ندير فيه الدقه الذهبيه.